نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نهار جديد، فيديو جديد. انا عارفه هاد الايام ما سهلش الحال بالنسبه للناس اللي كاينين في الحجر الصحي. دابا حنا غندخلوا الاسبوع الثاني، نتمنى من الله يخفف علينا هاد الوباء هذا عما قريب يا ربي. نتمنى انا حتى واحد من العائلات ديالكم، حتى واحد من الاسر ديالكم انه يكون تقاس بهذا الوباء. نطلبوا من الرحمن ينجينا وينجيكم يا ربي. المهم انا عارفه ما سهلش الحال مع الوليدات، مع الازواج. المهم موالفين الخدمه، موالفين كنتلاقاو غير في العشيه ولا في الليل. المهم كناكلو، كنحاولوا اننا نجمع واحد شويه، كلها كيمشي كينعس ولا غدا. المهم كاين روتين ما عدا الويكاند اللي كنحاولوا اننا نبروفيتي واحد شويه. مي دابا كنحاكم، المهم كنلقاو راسنا اننا يوميا كاينين مع بعضياتنا، ما نقدروش نخرجوا، محبوسين. مي نحاولوا ما امكن اننا نبدلو شويه من الروتين ديال ندير الحياه ديالنا، سورتو فهاد الفتره هذه. كيف ما قلت لكم انا غنحاول انني نوريكم كل نهار اشنو كنديروا سورتو مع وليداتي. نتمنى انكم نتوما تقدروا تجربوا هادشي اللي كندير معاهم. جو سي انه ما ساهلش الحال، عارفه اننا ماشي ما عندناش نفس النمط ديال العيش، ولكن نقدر نعطيكم اوموان فكره تقدروا نتوما ديروا في ديروا ليها لا موديفيكاسيون مع وليداتكم. المهم بقاو معايا، انا غنوريكم شنو غندير مع وليداتي اليوم. باش تمشيو فين؟ انا ندير واحد شي جارديناج، نزرع شويه نوار، نحاول اننا المهم ندير شويه الخضره في الدار. واخا ما تكونش عندكم الجرده، واخا ما يكونش عندكم التيغاس، حاولوا ما امكن انكم تشدوا غير المحابق صغار، غير سطوله ولا اللي كان عندكم، ديروا فيه شويه النوار مع الوليدات، علموهم كيفاش يزرعوا. ما عندكمش بحال هكا ما قدرتوش تمشيو تشريو النوار، تقدروا ديروا معاهم كيف ما كنا كنديروا في المدارس، كنا كنزرعوا كنديروا القمح ديروه في التراب، والوليدات كل نهار يمشيو يسقيو غيبان لهم بانه دار النواره. البطاطا، الفول، اللوبيا، حاولوا ما امكن انكم تنوعوا. ما شاء الله راه الناس، المهم الناس راه عارفين كاع الحاجات اللي بامكانهم انهم يتزرعوا. واخا ما عندكمش نوار ديروا حاجه اخرى، ماشي مشكل. المهم هو انكم ديروا دي زاكتيفيتي مع وليداتكم، تبدلوا واحد شويه الجو والروتين سورتو ديال هاد الازمه اللي كاينين فيها حنا دابا. المهم هاد النوار هذا حنا شريناه من كارفور، كيف ما كيبان لكم هكا فيها جميع الاشكال، النوار بالصفار بالخضار الليموني، المهم في جميع الالوان. زوين 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 هاد النوار، وكيبقى مده طويله خضر. المهم دابا حيت عدتي، المهم هنايا عندي الطراز، عندي واحد البلاصه هنايا مخلينها غير النوار. انا هاد البلاصه هادي بالعاني حفرتها بحال هكا، خليتها غير الدراري، هادي مخليه انا غير الوليدات كيزرعوا فيها النوار. وكيفرحوا كل صباح من قبل ما يمشيو للمدرسه، كيفطروا كيجيو كل واحد عنده لاغزوار ديالو، كيجي كيسقيها، كيجي في العشيه النواره ديالي فين وصلات. المهم كتكون واحد، نحاول نديروا واحد ان بيتي امبيونس في الدار. المهم دابا هادي الخزامه هادي، ومهم هادي هو هاد النوار. المهم هادو كنزرعهم عماد فوالا. ومن بعد غادي ديروا بحال هكا الكازون، ما بحال دابا هكا ما بين النواره والنواره، ما تكونش هنايا، ما يكونش بحال هكا زعما كيبان لكم التراب. حنا كنديروا الكازون باش كيبان ما بين النواره والنواره، كيكون هنايا خضر. ما دابا حنا انا غنوري للدراري كيفاش يزرعوا، ونوريكم ان شاء الله. هو عماد هنايا غادي يبدا يحفر باش يدير النواره، انا غادي نوريكم. ها ابري ما غادي يجبد هكا المهم النواره من لوبو ديالها، حيت كيكونوا في هاد الحكيكات هادو، في هاد لي بو. فوالا ابري هو غادي يغطيها بداك التراب اللي المهم اللي حفرناه. غادي تغطيو مزيان، سوبر. يلا ابري فوالا غادي يبقى يحفر هكا ويخشي ويدير في النواره تنكملو. المهم الوان يتوا جوست ان بيتي بو، المهم بعد غير شويه. فوالا Tu veux essayer? Non, vas-y, vas-y. المهم كل نهار قبل ما يمشي للمدرسه كيجي كيسقيهم، كيمشي
في العشيه كيجي كيقول لي ماما لوغ نوارات. المهم الدراري كيحسوا بواحد كيفاش غنقول لكم، كيحسوا براسهم بانهم داروا شي حاجه اللي هي زوينه في المهم في النهار ديالهم، كيتسناو ديك النواره واش غتكبر ولا ما غتكبرش، واش سورتو الا درتو لي غرين وخرجت نواره شحال كيفرحوا الوليدات. بغيت نقول لكم بحال دابا الا ما لقيتوش هاد لي بوب بحال هكا، هاد هذيك لاكيس كيتباع فيها هكا النوار اون سي جامي الا ما لقيتوهاش، تقدروا تشريو هاد دي ساشي بحال هكا راه كيتباعوا في ليدل. المهم هادو خديناهم من ليدل، ما واصلينش كاع انغو، فيهم جميع الالوان ديال النوار. المهم هادو راه جوج الباكيات مختلفين، تقدروا تخلفوا النوار وديروا في الجرده ديالكم. عرفتي باش كيكبر كيديروا واحد الديكور غزال 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 في الجرده، لان كيكون النوار مشكل. هذا تا هو ساهل في الزريع، تعطيوه للوليدات ديالكم غير ديك غير الساشي راه فيها بزاف عامره. كي المهم كتحاولوا انكم تدوروا شويه التراب وكي تلقوا هكا الزريعه المهم لي غرين وكتغطيوهم بالتراب وترشوهم المهم تسقيوهم. فريمون هادو الوليدات كيعجبوهم. علاش نقول لكم علاش؟ لان هذه ديجا النواره هذه سهله، النواره ديجا نايضه ديجا المهم كتبان لي راها زوينه، كتزرعيها كتكون ديجا فوالا ديجا عاطيه النظره كيف ما كنقولوا. اما هاد لي غرين علاش الوليدات كيعجبهم؟ لان بالنسبه لي هو غير ان بوتيت غرين، غير حبه صغيره غادي يديرها في الارض غيكب عليها الماء، وكل عشيه فاش غادي يجي من المدرسه انا اكيده انه غيسولكم الوغ ماما واش ديك النواره خرجت ولا ما خرجتش، واش النواره كبرات ولا ما كبرتش. صافي غادي يبدا يشوفها كتخرج عريش صغير، ابخي كدير النواره كيحس براسو دار واحد الحاجه اللي هي كيفاش غنقول حاجه زوينه. ميم الوليدات كيفرحوا بالنسبه للوليدات الصغار. انا متاكده غيعجبهم الحال اللي درتو معاهم هادو هاد لي كرين هادو اللي زرعتوهم معاهم. المهم راه كاين فيهم جميع، المهم هنايا كلشي شارحينو ما كاينش زعما ممكن ساهل بالنسبه كاع الناس، ساهل لهم بانهم يزرعوه. كما قلت لكم خديناهم من اكسيون من باردون خديناهم من ليدل، وهادي خديناها من اكسيون كما كيبان لكم الحبق هذا راه تا هو كيتباع في اكسيون ما غاليش، هو ما وصلش انغو تا هو فيه المهم شارحين هنايا شنو خاصو يدار اشمن وقت اللي خاصو خاصكم تزرعوا فيها هاد البازيليك. المهم كيف ما قلت لكم نحاول انكم المهم ابسط الاشياء وهي المهم بحال دابا لقيتو ما ديروا كيف ما قلت لكم، حنا دابا يمكن في هذه الفتره هذه ديال الحجر حاولوا انكم تزرعوا شي حاجه مع وليداتكم، انا اكيده 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 غادي تعجبهم. عندي واحد البو كبير دايره فيه المهم دايره فيه هنايا النخله كما كتبان لكم، ممكن هنا هذا النوار هذا مدير بحال الشكل ديال لوركيدي ها، وكاين هذه النواره هذه حتى هي هنايا. المهم بقات هذه البلاصه هذه، المهم عماد بغى يدير هنايا النوار قال لي باش يلا. المهم حنا في هذا لوبو كيفاش شنو داير، المهم دايره فيه ان هذا الحجر هذا مش كيحاول على الرطوبه، وهذه البلاصه حيت ما فيها والو حيت جات المهم هنايا كاينه النخله، البلاصه اخرى كاينه فيها هذا لوركيدي، وهنايا غادي يدير المهم غادي يدير هذا النوار قال لك باش هكا يكون النوار داير على لوبو كامل. قال يلا اجي عماد ما هو غيوريكم كيفاش غدير عماد. المهم هادو هما لي غرين، نوريكم الباكيه اطون مونطخ لا الباكي فوالا الباكي ديال هاد النوار هذا اللي قلت لكم هكا مشكل، شوفوا لي غرين ديالو كيفاش مدايرين سي ان بو بيزار. اه وي سي فري سي بيزار فوالا مونط لا مونش فوالا هنايا بحال كيبدا فوالا يلسام كيف ما كنقولوا بس فوالا سي انكور فوالا هنايا كيما كيبان لكم. Apparemment, les plus grosses graines, c'est les plus grosses fleurs. Ouais, comme celui-là, on dirait une petite noix. Ouais, peut-être. Il y en a voilà, plus. Voilà, on va il y en a pile poil. Et on a des prairies de fleurs. Voilà, on va voilà, le bâtir pour la série. Je vais en mettre un peu dans mon oeil. Juste un petit peu, je crois qu'il y en aura assez après. Voilà, on va désidrer un peu. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. Voilà, un peu. Je vais mettre un peu. Oui, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Attends, ouais. J'en mets encore un peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Yeah. فوالا دابا هنايا غادي يبدا يغطي كاع هاد النوار هذا غادي يبدا يغطي فيه بالتراب امي بي المهم عندنا البلاء عندنا كلشي ما هو كيعزيز عليه من التراب بيديه
Voilà, super. Voilà, après tu prends les cailloux comme ça. Et on fait Voilà, quand même une petite déco. vas-y. Voilà, normalement, le hajar hada kandiro ghir bach kayhafd ala rutuba. Par contre, ce qui est pas trop bien, c'est que après, si les fleurs y poussent, ça va taper les cailloux. Non, t'inquiète. Voilà, oui, je suis par là. Voilà, c'est bon. Voilà, هنايا دابا غادي يدير الكازون هو هذا، المهم كيتباع في هذه الباكيه، خديناها من اكسيون، خديتها وقيله ب 2 اورو. او غيوريكم لي غران ديالها كيفاش شنو داير. على مونطر ما يمات. واه شو لي غران ديالها كيفاش شنو داير. اتو مونطر اتو مونطر. On dirait un peu comme les graines de lavande. Oui, c'est vrai, il y a بحال الخزامه. C'est vrai, بحال ديال الخزامه. On a plus qu'une petite couleur. Voilà. On a hier غادي يبدا يدردر بحال هكا غير بشويه. ايوا الكازون دا غير كينوض، ما كي ما كيتعطلش في زعما في النواره ديالو. دابا ما بين النواره والنواره غيدير الكازون باش هكا من هنا فيه تكون الخضريه، ما تكونش بحال هكا ما يبانش غير التراب. حيت ضروري خاصكم تخليو واحد المسافه ما بين الورده والورده. هنا بدا كيسقف، المهم كيسقف النوار، كيسقف هاد الكازون اللي دار. هادي الخزامه، فوالا ما نساش في طبيعة الحال هاد النوارات اللي درنا في هاد المحبق الكبير، تما نسويهم. فاحنا كملنا صافي زرع، المهم عماد زرع كاع النوار هنايا، نتسناوه دابا تيكبر ان شاء الله. نحاول اننا نوريكم النهار اللي يكبروا النوارات ويخرج الكازون، ندير لكم فيديو باش نوريكم الخدمة ديال السي عماد. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، المهم هذا غير فيديو تحفيزي على حساب وليداتكم، المهم تحاولوا انكم ديروا معاهم شي حاجه ملي كيبان لكم الماء عجبو الحال بكي كيسقف الحيط. الى الفيديو القادم ان شاء الله، الله يبعد عينه ويبعد عليكم هذا الوباء اللي كاين دابا، الله يجينا ويجيكم ان شاء الله. الى الفيديو القادم ان شاء الله، تحياتي وقبلاتي كما العاده.